يقول: عندما نتحدث عن الردود والتحذير من أهل البدع، أول من يطعن به هو الشيخ ربيع بن هادي المدخلي، فهل من كلمة حق في هذا العالم المجاهد؟ على كل كلمة، لا شك أنا أذكر ولا الشيخ، لا شك شيخنا والدنا، ها يعني هو يقول يا ابني وأنا أقول يا ولدي وأنا أقول يا أبتي، شيخ والدنا وعشنا معاه سنوات طويلة جدا في المدينة، والله يا أخوان ما رأيت أعظم تثبتا وصبرا على المخالفين من الشيخ ربيع، والله يا أخوان ما رأيت أعظم تثبتا وصبرا على المخالفين من الشيخ ربيع. يعني أحد المشهورين ولعلي أسميه عبد الرحمن عبد الخالق، والآن يقول إنسانهم الطويل أبدا يخذل المشايخ السلفي، من المشايخ السلفيين الذين خذلهم سالم الطويل؟ ثم ذكر في النهاية قال شيخنا الشيخ ربيع حذر من سالم الطويل. الشيخ ربيع نعم احنا دخلنا عليه، ومن رحمة الله عز وجل انه عند الدخول كان الشيخ فوق، قال لا تعالوا فوق، يوم جينا فوق وقعد عنده واحد مصري ومدخله عنده ابو العباس عادل المنصور، ابو العباس مدخل المصري عند الشيخ ربيع. هذا المصري معروف يا اخوان، المصري هذا سراق، المصري مفسد، المصري ينتسب، المصري يدعي، له امور لها اول ليس لها اخر هنا في الكويت، لكن راح قدموا ذاك عباس وذا جاي يتكلم في سالم الطويل. فقلنا للشيخ سالم الطويل، انا اقول ممكن بعض الناس يروحون عند الشيخ ربيع، الشيخ سالم الطويل قال كذا وقال كذا، اذا بيقول لهم اذا احذروا اي تثبتوا، احذروا اي انتبهوا، مو احذروا معناها لا والله قاطع وسالم كذا وسالم،